بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم يا بر يا رحيم، أنت خالق البر والدال عليه والموفق إليه. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد البر وعلى آله، أبر من خلقت من خلقك بالحق وبالخلق، صلاة توفقنا بها أن نبر سيد الخلق محبة واتباعا ونصحا، وأن نبر آل بيته وقرابته وصحابته على الوجه الذي يليق بهم، وأن نكون بارين بوالدينا وأقاربنا وكل من تعاملنا معه أو تعامل معنا من المسلمين. يا بر يا تواب يا رحيم. اللهم يا تواب، يا من تبت على أنبيائك بالعصمة وعلى أوليائك بالحفظ وعلى عبادك بالندم على المخالفات أو التقصير في الطاعات، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد التواب وعلى آله الذي دل العباد عليك وعلمهم التوبة من الذنوب جميعا والقيام بحق ربوبيتك وألوهيتك، فمنهم المشفق والمنيب والأواب. صلاة نتوب بها إليك بعدد الأنفاس واللحظات، ونقبل بها عذر المعتذر، ونحسن لمن أساء إلينا تكرما منك يا تواب. اللهم يا منتقم من الذين أجرموا في حقك أو حق خلقك، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المنتقم وعلى آله الذي لم ينتقم لنفسه قط، بل يعفو ويصفح. أما إذا انتهكت حرمات الله فإنه ينتقم بالله لله، فأقام الحدود على العصاة، وجاهد الكفار خير جهاد، وحرض المؤمنين على القتال. صلاة نوالي بها من والاك، ونعادي بها من عاداك وخالف أمرك، فنكون من الهادين المهتدين، سيفا على أعدائك، سلما لأوليائك، فلا نغضب إلا لله بالله، لا لنفسنا وبنفسنا، تخلقا بأخلاق نبينا ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا عفو بمحض الفضل، وتعطي الجزيل على القليل، وتبدل السيئات حسنات لمن آمن وتاب، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد العفو وعلى آله الذي عفى وصفح الصفح الجميل، وأعطى الجزيل من يد الكريم لكل محتاج وفقير. صلاة تكون سببا للتخلق بالعفو، فنعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا، ونعفو عمن ظلمنا. يا عفو يا غفور يا الله. اللهم يا رؤوف يا ذا الرأفة والرحمة بالعباد، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الرؤوف وعلى آله الذي وصفته أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان رحمة خاصة لمن آمن فوق رحمته العامة التي عمت الأكوان. صلاة ترزقنا بها رأفة ورحمة للخلق أجمعين، فنرحم من في الأرض لترحمنا، ونرأف بالعباد لترأف بنا، فترحمنا وترحم بنا من حولنا حتى أعدائنا، بكرمك يا رؤوف بالعباد. اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد مالك الملك وعلى آله الذي صرفته في الأكوان فأشار للقمر فانشق، وللسماء فأمطرت، وللجريدة فصارت سيفا، وللأشجار فأقبلت، وللمكسور فانكبر، وللمريض فبرد، وللضرير فأبصر، وصرفته في الشريعة فخص من شاء ببعض الأحكام، واختار لنا الأرأف في شرعك، فلم يفرض علينا على المستطيع الحج كل عام،
قال نعم لوجب، ولم يشق على أمته فيأمرهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يشق على الأمة فيصلون العشاء عند منتصف الليل وذاك وقتها، بل رأف بنا في الأحكام وجاء بالشرع الذي لا حرج فيه، وصرفته في الجنة وفي يوم القيامة، في يوم القيامة بالشفاعة وفي الجنة برفع درجات أهلها، صلاة تملكنا عوالمنا الظاهرة والباطنة فنصرفها في طاعتك وراثة نبوية وخلافة محمدية، فلا نرى مالكا سواك، ولا نعتمد إلا عليك، ولا نستعين إلا بك، ولا نقبل إلا عليك، فنصير بك نقول للشيء كن فيكون. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء تصانيفه وشراحها وزواره في الدارين. أنا قلت في الأول نفعنا الله بعلومه في الدارين والمؤلفات، فأعيد علومه تاني، أنا قلتها الأول. ها؟ بعلوم أنا؟ وما فيش لسه. لا احنا على قدنا خالص. ربنا يكرمك يا سيدي، والرب زدنا علما. يا رب. حديث أشراط الساعة هو الحديث 60. احنا بقى بالعربي كده النهاردة بدري، هنخلص الحديث ده عشان نبدأ رمضان القادم إن شاء الله في حديث 61، ما نسيبوش معلق. ما احنا الكتاب ده ما بنفتحوش إلا في تراويح رمضان بس. كتاب بهجة النفوس ده خاص بتراويح رمضان. ما هو احنا عندنا بقى في الأسبوع شغل تاني، نقول لك الجدول بعد رمضان، هقول لك الجدول. لكن ده كتاب بهجة النفوس ده نفتحه في تراويح رمضان فقط، واحنا في السنة السابعة في هذا الكتاب، يعني ده سابع رمضان في هذا الكتاب، وصلنا فيها لستين حديث. كويس، برضه ماشيين كويس الحمد لله. هو حوالي 300 وشويه، يعني ان شاء الله بعد عمر طويل خلص ان شاء الله قربنا، ربنا يعيد علينا رمضانات عديده وعلى الامه. حديث اشراط الساعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. تكلمنا بالأمس على قضية رفع العلم وعلامتها وما هو العلم وتعريفه وكل الحاجات دي، يعني وفناها بقدر الطاقة بالأمس. هنوقف، هنبدأ من حيث وقف. فبيقول: وقوله ليه يكثر الزلازل؟ فهل هذا فيه معنى من الحكمة يفهم أو ليس لنا من طريق إلى ذلك؟ أما وجود الحكمة فيه، يعني في كثرة الزلازل، فلا شك فيها، والعادة الجارية إذا نظرنا بمقتضاها فهي واضحة. وأما بالقطع فما أحد يدري ذلك، فبحسب ما استقرينا من الشرع وجدنا الحكمة فيه من وجهين. الوجه الواحد أنه ما أجرى الله العادة في الزلازل إلا لوجهين: الواحد انتقاما مما يريد، زي قوم لوط زلزلوا وزي أخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، زي قوم ثمود وزي قوم مدين، كل دول رجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. صيحة تقول ديارهم، رجفة تقول ديارهم، اللي بيحفظ قرآن يعني صيحة في هود تقول دي ياريه، عشان دي فيها ايه تبقى ايه، ولما تقول ركفة زي في الأعراف وغيرها تبقى دارهم بغير ياء،
عشان لما تيجي تقرا يعني ما تتلخبطش. مش كده رقبه بديارين في عقل ما تنفعش. القران جعل هذه الطريقه. والرجفه والصيحه هي الزلزله. يبقى ربنا انتقم من اقوام لكفرهم بالزلازل. واحيانا يبعث الزلازل مش انتقام بقى، يبعثها ليتذكر الناس، يقوم يرجعوا ويؤوبوا الى الله. يبقى الشدائد احيانا تاتي انتقاما، واحيانا تاتي تيقيظا للعباد من غفلاتهم لعلهم يلجأوا الى مولاهم لعلهم يتضرعون. وما نرسل بالايات الا تخويفا. والانسان لما يخاف يرجع لربه. الواحد انتقاما ممن يريد، كما ورد في الاخبار ان كثيرا من الناس هلكوا بها حتى الى زمننا هذا، وقد تواتر عندنا بافريقيا يعني زمان يعني في القرن السابع الهجري، وصل لهم خبر ان في افريقيا حين كنت بها ان موضعا زلزل باهله حتى ساخت بهم الارض، وكانوا اهلا لذلك لما كان فيهم من الفساد، وكان هذا الموضع من انظارها. عندك ايه؟ من انظارها؟ طيب يعني تحت انظار الناس، يعني معلوم، يعني معلوم. فربنا خسف بدول علشان الباقيين يتعظوا. فواضحه يعني. احنا كنا سمعنا حتى قريب من حوالي سنتين كده ان حصل زلزال في تركيا، زلزال شديد. وبعدين عرفنا من الاتراك ان حصل في هذه المدينه علشان احدهم مزق المصحف ووطئه بقدمه في حضرة ناس من الناس موجودين. فاتضح انهم كانوا من الفساد اللي بيه وصلوا الى هذا الجهر بالسوء والكفر. فربنا سبحانه وتعالى زلزل هذه القرية حتى يتعظ الناس. فبتحصل يعني كل فترة كده تسمع عن حاجة زي دي تحصل، تسأل عن سيرة هؤلاء الناس من الناس اللي حاضرين هناك، تعرف انهم كانوا يعني على شر شديد. يبقى عقوبة ليهم ونذارة لمن حولهم. والآخر النوع الثاني بقى اللي هو غير العقوبة بقى، تخويفا لأهل التخويف، لأنها من جملة الآيات. وقد قال عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فإذا قربت الساعة فبالقطع أن الفساد يكثر. وهذا من جملة العقاب كما ذكرنا، وليتذكر بها ليتذكر بها أيضا من سبقت له السعادة. وأما الوجه الآخر من الحكمة فهو لما كانت القيامة بالزلزال العظمى. في وجه تاني بقى جغرافي، أنا هقوله لك، أنا مش هيقوله لك الشيخ أبو جمر، متعلق بالقشرة الأرضية. القشرة الأرضية ربنا جعل الجبال أوتاد ليها يثبتها، ومن علامات القيامة تسير الجبال. فإذا الجبال سيرت يعني إيه؟ ينسفوا الجبال ويعملوها مدينة، ينسف الجبل ويبني مكانه حاجة، وده مشهور ومعروف، يخرم الجبل ويعمل فيه طريق. فكل ده بيقلل من تثبيت القشرة الأرضية، تقوم تكسر الزلازل. لأن الجبال دي عاملة زي المسمار اللي انت عندك قشرة كده مثلا هتحطها على وش مكتب مثلا، تقوم يتمسمر القشرة دي في أماكن متفرقة، تقوم القشرة تفضل ثابتة على على ظهر المكتب. لو شدت مسمار ولا اتنين ولا تلاتة تلاقيها تقل في حتت. كذلك ومن علامات القيامة يقول لك وإذا الجبال سيرت. وإحنا شايفينه في مصر، بلاش مكان حديقة الأزهر كان كان جبل، بقت حديقة الأزهر، قعدوا ينزحوا فيها كل يوم وعملوا جنينة. بعد ما كان جبل راسخ مثبت المنطقة دي، بقت جنينة يرشوا عليها مية كل يوم، تضعف التربة، تضعف القشرة، واخد بالك؟ وهكذا. ادي احنا واعمار قدامنا قاعده كل يوم تنحت في الجبال وتحولها الى مدينه، اب تاون سيتي، فوق جبل وتسميها اب تاون سيتي، سيرت اهو الجبال، واخد بالك؟ فيعني ما يحدث ده كمان اللي بيحصل عندنا هنا ابسط كتير من اللي بيحصل هناك في مكه. انت لما تروح مكه كل خمس ست سنين تقول الله كان هنا جبل، راح فين؟ تلاقي مكانه فندق وشارع وكوبري، واخد بالك؟ قاعده الجبال تسير، تتشال 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 في اماكن كثيره. فشيل الجبال ده يؤدي الى نوع من الزلازل، لان القشره الارضيه تبقى غير مستقره. فهمت بقى؟ فدي من ضمن الاسباب الجغرافيه
أيضا لكثرة الزلازل بعد تقدم الزمان. الأمم السابقة كانت بتسيب الجبال في مكانها، تحفر فيها تحولها لقصور، يتخذون إيه من الجبال بيوتا. يبقى ما كانوش في فساد قد زينا احنا. احنا هنا افسدنا الطبيعه وتدخلنا في التوازن البيئي، لكن الحضارات السابقه كان عندها نوع من البصيره اكتر مننا. ليه؟ لان ما كانوش بيفسدوا التوازن البيئي. جبل يسيبه جبل زي ما هو، بس ينخرب فيه كده، يحفر يعمل منه اوضه وفسحه وسلم وحجره وبتاع ويعيش فيه، واخد بقى؟ كانوا يعملوا كده، لكن يسيب الجبل مثبت زي ما هو الارض. لكن احنا للاسف بناخد كمان بنحفر، من ضمن اسباب برضو ان القشره الغربيه والزيت اننا عايزين ننزح من باطن الارض البترول. بيتنزح كميات خرافيه، ملايين الملايين من الامطار بتتاخد من باطن الارض، تطلع تتحول الى طاقه وسيارات تمشي وتعمل كل ده. بيعمل عدم توازن في باطن الارض، يعمل خلل في المنطقه اللي انت خدت منها سحب، تقوم يحصل ايه؟ يحصل القشره الارضيه، الطبقه الارضيه تتطرد، تحاول تعوض الخلل ده، يقوم يحصل نوع من الخلل، يقوم يكسر الزلازل. يبقى الزلازل اسبابها موجوده الان بطريقه الحضاره بتاعتنا اللي احنا عايشينها، وده شيء طبيعي ومتوقع. هنا بقى بيقول لك حاجه تانية: واما الوجه الاخر من الحكمه فهو لما كانت القيامه بالزلزله العظمى. ما هو ربنا يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها، الزلزال الكبير اللي هو زلزال القيامة بقى. الزلازل اللي قبل كده دي مقدمات كده، زلازل بتبقى في أماكن معينة مش في كل حتة، لكن زلزال القيامة هيشمل الأرض كلها بقى، هتبقى حاجة تانية. ده اسمه الزلزال الكبير قوي اللي هو ربنا قال عليه في سورة الزلزال، واخد بالك؟ وقال عليه في أول سورة الحج مش كده برضه؟ اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة، يبقى في زلزلة وقت الساعة، تذهل فيها المرضعة عما أرضعت وترجع للولدان شيبة في سورة المزمل. كل الحاجات دي يبقى عارفين إن في زلزال تاني كبير قوي هيحصل. شوف بقى المسلمين عندهم معلومات حلوة إزاي، يقينية، الكافر ما يعرفوش. أضعف وأقل واحد في العلم في المسلمين عنده معلومات مش عند أكبر علماء الكفار. يعني احنا اولادنا هم اطفال كده ولسه الورع عيل صغير حافظ سوره الزلزال، وعارف من ابوه هو بيحفظها له شيخه ان الزلزله دي يا ابني هتحصل يوم القيامه، عارف. وعارف ان سيدنا محمد ده رسول الله، وعارف ان سيدنا محمد ده مدفون في المدينه، وعارف ان سيدنا محمد ده جاب القران، وعارف ان ربنا فرض على العباد 5 فرائض في اليوم والليل. كل ده اصغر طفل عندنا عارف كده، واكبر عالم في الكفار ما يعرفش المعلومات البسيطه دي اللي احنا عندنا، احنا بنعتبرها بسيطه بديهيه. شفت بقى امه المسلمين امه عالمه وعندها علم وامه محترمه وهي خير امه اخرجت للناس، فما يغركش يقول لك ده معاه شهادات عاليه او عاليه ايه؟ عاليه ايه؟ خليه يطلع عليها كده لحد ما ايه يوصل للنار، طالما ما وصلتوش لربه هيوصل بالعلم للنار، لأن العلم النافع والموصل إلى الله هو ده العلم الحقيقي. وأما الوجه الآخر من الحكمة فهو لما كانت القيامة بالزلزلة العظمى كما أخبر جل جلاله: فدكتا دكة واحدة، في سورة الحاقة. كل السور دي حافظها أطفال المسلمين عارفين، عشان بس تعرف قيمة هذه الأمة، إن إحنا اللي علمنا العالم فعلا، أمة النبي هي اللي علمت العالم. وقال جل جلاله: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني ربنا بيعيب علينا المسلم أو على الإنسان عموما إن لما يرسل عليه عذاب إنه ما يستكنش الرب ويرجع لربه. ده هو الهدف، ده أنا ببعت لك كده علشان ترجع لي مش عشان تزداد فرارا مني. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، يائسون من الرحمة. المعنى أنهم أولا أخذوا باليسير من العذاب، أخذوا باليسير من العذاب إعذارا لهم لعلهم يرجعون، فلما لم يرجعوا جاءهم العذاب المهلك. فهذه سنة الحكيم أن يبدأ من العذاب بالقليل
ليرجع من فيه أهلية للخير ويحق الأمر على من هو له أهل. فكذلك الساعة تتقدمها تلك الزلازل لأن الحكمة اقتضت الإنذار، وإن كان لا ينفع من حقت الكلمة عليه فيتمادى على ما هو عليه من الفجور فيأتيه ذلك البلاء العظيم. حكمة بالغة، فما تغني النذر، فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. يبقى تغني النذر لقوم يؤمنون، يبقى النذر تفيد المؤمن ولا تفيد غير المؤمن. المؤمن عنده بصيرة، عنده استشفاف من الظاهر لما ينتظره في المستقبل، لكن الكافر لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ما يعرفش حاجة. يحصل الزلزال يقول لك كيف نقاوم الزلازل، يوم يعمل لك حصون، يعمل لك مش عارف ايه، رب كلاب علشان الكلاب بتحس بالزلازل، مش عارف يعملوا اي حاجة، عايز ايه؟ مش يفكر كيف امنع الزلازل، لا، ده يفكر كيف اقاوم الزلازل، كأن الزلازل دي شيء بديع هيحصل، في حين انك انت تقاوم الزلازل بطاعة مولاك، تمنعها بطاعة مولاك. فهمت بقى؟ لكن مين اللي عارف ان موانع الزلازل هو الاستغفار والتوبة والأوبة الى الله؟ المسلمين بس، انما التانيين ما بيفكروش كيف نمنع الزلازل، لو ما يعتبروا الزلازل ده شيء طبيعي في القشرة الارضية عشان القشرة الارضية ضعيفة. طب كيف بقى يعني نقاومها اذا حدثت، وكيف نتجنب مضرها اذا حدثت؟ يبقى هم بيبحثوا في شغلانة بعيدة. اولئك ينادون من مكان بعيد، شوف بقى هم بعاد قوي، لكن المؤمن بينادى من مكان قريب على طول، يقول يا رب يا رب اقرب مكان، خلاص انتهى، تحل الاشكال. حكمة بالغة فما تغني النذر. فلما كانت الساعة كما ذكرنا اولا زلزلة واحدة تدك بها الارض دكا، تقدمت الزلازل وكثرت حتى تكون كثرتها تخبر بوجود الحكمة العظمى من جنسها. وقوله عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان، يعني ايه يتقارب الزمان؟ دي برضو قضية حيرت العلماء من زمان، اصل كلام النبي اوسع من ايه؟ من مخ الناس. كلام النبي جاء بالشرع والحكمة العالية، فكل عصر بيحاول يفهم كلام النبي بمقتضيات معلوماته. فكلمة يتقارب الزمان دي يعني كل عصر فهمها بطريقة، لأن كلام النبي فوق كل عقل صلى الله عليه وآله وسلم. ويتقارب الزمان فيه بحث، وهو هل يقارب الزمان حسا؟ يعني بدل ما الساعة تبقى 60 دقيقة تبقى الساعة 40 دقيقة مثلا، تقل يعني في القدر حسا كده، بدل ما النهار والليل 24 ساعة يوم يحصل يقلوا سنة بعد سنة، يبقى 23 ساعة بعد 20 سنة اليوم، وبعد 30 40 50 سنة يبقى 22 ساعة بالتدريج كده، بحيث بعد 200 سنة يبقى اليوم 20 ساعة بس مش 24 ساعة. وكان ممكن يحصل كده لكن ما بيحصلش، ده هو كده 24 ساعة على طول من أيام النبي الليل 24 ساعة والحال الوقت 24 ساعة. وما الحكاية ده تقارب الزمان دي؟ عشان كده الناس مختلفين في المعنى ده. وهو هل يقارب الزمان حسا أو معنا؟ معنا يعني البركة، يعني الزمان يفضل هو، لكن أنا ما بعملش في الزمان ما عمله غيري في زماني. أنا عشت 60 سنة عملت فيهم إيه؟ سيدنا عمر عاش 60 سنة عمل فيهم إيه؟ فهمت بقى؟ يبقى تقارب الزمان معنا، لأن عمرك هو ما أنجزته فيه. فإن ما أنجزتش حاجة يبقى الزمان بتاعك كأنك اتولدت من هنا ودخلت القبر من هنا، ما لحقتش تعمل حاجة يا مسكين، أنت نزلت ونمت 70 سنة ودخلت القبر بعد 70. طب عملت إيه في 70 سنة؟ إيه الآثار التي عملتها في 70 سنة؟ تبحث؟ ما عملتش حاجة. يبقى تقارب الزمان. الثاني اتولد، الإمام النووي ميت عنده 44 سنة، مات عنده 44 سنة. شوف 44 سنة لحد دلوقتي الناس مش قادرة تستوعب وتدرس كل مصنفات الإمام النووي. يعني اللي طبع من مصنفات الإمام النووي قليل، أقل من اللي صنفه، وليس كل ما طبع للإمام النووي تمت دراسته. وهو الراجل كل الحكاية عاش كام؟ 44 سنة. الإمام الشافعي مات عنده 54 سنة لحد دلوقتي، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا.
يبقى هل المعنى تقارب الزمان يعني من حيث المعنى وهو زوال البركة والأثر والعمل، بحيث أن الناس يعني تقضي عمرها في لهو وفي غفلات ومتابعة مسلسلات ومتابعة أفلام والتنزه في الطرقات وتضييع الوقت في النوادي، كل يوم يجي من شغله ينام له ساعتين ويسهر في النادي كل يوم كده بقاله كده 40 سنة، ضيع عمره. مش في أسر عايشة كده بالطريقة دي كتير، أو ده تقارب الزمان معنى عندهم لأن ما انجزش حاجة. أنا مثلا جدتي أم جدة أبويا، أنا شفتها اللي هي أم جدي، كان اسمها ما شاء الله أم جدي السيد دي، أنا شفتها وماتت وأنا يعني في تانية ابتدائي كده ما شاء الله، دي فقدت بصرها وماتت فوق 100. شوف بقى ما شاء الله اللي هي فوق 100 دي كانت بتقضي يومها ازاي، وشوف انت الناس اللي على المعاش اليومين دول بيقضوا يومهم ازاي عشان تعرف ان دي انجزت ايه ودول بينجزوا ايه. ما شاء الله دي اللي هي كانت ايه ضريرة، فقدت بصرها قعدت 20 سنة من عمرها فقد بصرها، كانت عندها سبحة 1000، تصحى الصبح تقعد تلف السبحة استغفار وتلف السبحة قل هو الله واحد وتلف السبحة صلى على النبي، وبالليل نفس الحكاية، وطول النهار ما وراهاش إلا إيه، راحت تتوضى وجاية تصلي السنة، راحت تتوضى وجاية تصلي الفريضة، راحت تتوضى وقعدت تمتم، قعدت طول النهار بقى شغالة وتنام، قعدت كده طول عمرها. أنجزت في عمرها، شوف دي لما تقابل ربها تلاقي عندها إيه، أعمال إيه عريضة. ده اللي بيصلي على النبي مرة واحدة بيصلي ربنا عليه 10، ودي كانت بتصلي على النبي 1000 الصبح و1000 بالليل. طب هات بقى انت اللي زي ما شاء الله اليومين دول، خدت بالك بيعملوا ايه؟ اولا ركبوا وجعان، نص عمره مضيعه في الحجز في عيادات الاطباء، ويعمل التحاليل وتشيك اب، لازم يعمل تشيك اب تحاليل تتاخد ومش عارف ايه، وينتظر النتيجه وياخد النتيجه ويروح للدكتور والدكتور يقول له تابع معاه بعد شهر. طيب مش كده وبس، ويوميا لازم يتابع جميع المسلسلات وجميع الافلام ويقرا جميع الجرايد ويتابع وماسك الريموت شغال ما شاء الله ايده، بدل ما كان ماسك السلحه بقى ماسك الريموت وقدام التلفزيون، بدل ما كان متوجه للقبله بقى متوجه للتلفزيون، يبقى ضيع عمره. صح ولا لا؟ ضيع عمره فعلا. الاجيال القديمه ما كانتش بتضيع عمرها بالطريقه دي، انت تدور عليه وتبص تلاقي ايه، بتصلي كام ركعه في اليوم النوافل، اللي يقول لك انا بصلي 60 واللي يقول لك 70، ايه ده احنا جنبهم عيال خالص ولا حاجه بنعملش حاجه، ده احنا ضيعنا عمرنا فعلا. ده الامام الجنيد كان يقول لك ورده من بعد شروق الشمس الى ما قبل الظهر 400 ركعه. ده الامام الجنيد مكتوبه في الرساله القشيريه، يعني انت بتقعد تاخد على نفسك قلم تقول انا صليت اصل المسجد الاشرف 20 ركعه كل يوم في 30 600 ركعه في شهر، وهو كان بيجيب لك 400 كل يوم نوافل، فهتروح انت فين؟ يبقى ادي تقارب الزمان بالمعنى مش بالحس بقى، بالمعنى ان ده عمل ايه في عمره وانت عملت ايه في عمرك يا مسكين. فهمت بقى ازاي؟ شوف الصحابه جاهدوا وفتحوا البلدان وناس دخلت في دين الله افواجا على ايديهم، كل اعمال الناس دي في صحيفتهم وهم في قبرهم. تصور انت مثلا اهل مصر كم مليون نسمه، كله قاعد بيصلي ورايح يتوضى ورايح يعمل في صحيفه حسنات الجيش اللي جه فتح مصر، اللي كان معاه عمرو بن العاص ومعاه خالد بن الوليد ومعاه سيدنا سليمان بن خالد بن الوليد ومعاه سيدنا عقبه بن عامر، كانوا عددهم 8000، جم 8000 يفتحوا مصر بقوا 3000، يعني مات منهم 5000 في فتح مصر. سيدي شبل كتير، سيدنا الفضل ابن محمد ابن الفضل ابن العباس اللي هو سيدنا شبل، في صعيد مصر وفي شمال مصر وفي كل حته، بقول لك جم 8000 الصحابه، جم 8000 مصر اتفتحت بعد في 3 سنين، بعد 3 سنين 8000 بقوا 3000، ماتوا 5000 استشهدوا في بلاد مصر، بس ما استشهدوش وماتوا، ده احنا اللي ميتين.
ده ما فيش اذان وصلاه وصيام وصدقه وعمل صالح يعمل في مصر يوم القيامه الا هم بياخدوا قدره هم، يبقى دول بقى استفادوا بعمرهم ولا استفادوش؟ استفادوا بعمرهم. فهمت بقى فرق كبير بقى بيننا وبينهم. أي معنى يتقارب الزمان معنوي في المعنى، ان زمان انجزوا في فتره زمنيه بسيطه ما لا تستطيعه الاجيال اللي جت بعدهم في فترات زمنيه اطول. فهمت بقى قال المعنى ان هو تقارب الزمان بالمعنى المعنوي. وهل يقارب الزمان حسا او معنى؟ محتمل، والظاهر انه لهما معا. حسا ان فعلا هتلاقي ان الشمس وكده يعني صحيح اليوم 24 ساعه بس يمكن حركه الشمس يعني بقت اسرع سنه، حركة الأرض يمكن بقت أسرع سنة عن زمان، احتمال. يعني احنا ما قسناش حركة دوران الأصل. اليوم عبارة عن ايه؟ ان الأرض تلف حوالين نفسها لفة كاملة تبقى يوم. طب ما يمكن الأرض بمرور السنين كل 1000 سنة ولا حاجة اللفة بتاعتها بتتم أسرع. فهمت ازاي؟ محتمل. فيبقى ايه محتمل؟ يبقى ايه ان فعلا اليوم قل بسبب سرعة دوران الأرض حوالين محورها. محتمل. ومحتمل إن هي زي ما هي، بس زي ما قلت لك بقى إننا بنجس. وأما أحدهما وهو المعنوي فقد ظهر، فنحتاج إذن إلى بيان المعنوي والحسي والإشارة التي في الآثار بهما. فأما المعنوي فهو كناية عن نقص العمل، فإن رأس مال المرء عمره وربحه في حسن عمله، وإذا قل العمل المبارك كان الزمان ناقصا لأجل نقص الفائدة فيه، مثل الشجر والثمر. إذا نقص الشجر قلنا نقص الثمر، لأن هو المقصود من الشجر الثمرة. فما بدل ما أقول نقص الشجر بقول نقص الثمر، لأن الثمر أنت عمرك الثمرة بتاعته إيه؟ العبادة والعمل الصالح هو اللي هيبقى، فاهم؟ أو العلم النافع اللي يبقى. فيبقى عمرك هو ما أنجزته من عمل. وعشان كده ربنا قال على ابن نوح ايه؟ انه عمل غير صالح، يعني لخص الانسان عمل. وفي قراءة تانية انه عمل غير صالح. في قراءتين، عمل غير صالح وعمل غير صالح. فالانسان ده عمره هو عمله. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ عمرك تضيعه. يلا يلا نقتل الوقت، يعني يقتل نفسه. وربنا سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. الثاني يقول لك يلا نقتل الوقت. الوقت ده هو نفسك. كانوا زمان الشعراء يقول لك ايه؟ دقات قلب المرء تخبره ان الحياه ايه؟ دقائق وثواني. كانوا زمان يقولوا لنا الاشعار دي، والمدرس اللغه العربيه غاوي يقول لنا البتاع حافظها منه، ما اعرفش مين اللي قالها، لكن كان تملي يقعد يقولها لنا يبكتنا لما يلاقينا واحنا في سنه وكده قاعدين نلعب، يجي حصه فاضيه نقعد نلعب مع بعض، يوم يقول لنا البيت الشعر ده يبكتنا. كانوا زمان المدرسين محترمين بيربوا، لكن الوقت للاسف يعني بقوا مش عارفين. حتى المحترم منهم مش عارف يجد اذان صاغيه من الطلبه تتربى بكلام، بقى جيل معفرد كده ما تفهمش ازاي. فلما نقص الثمر قال جل جلاله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول كل يوم لا أزداد فيه علما ولا أتخذ فيه يدا لا بورك لي في طلوع شمس هذا ذلك اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم بقية عمر المؤمن لا ثمن لها، يصلح فيها ما فسد، فما يصلح ما فسد إلا بالتوبة والعمل الصالح. عندك الجملة دي راكبة كده صح؟ أنا عندي أصل الكتاب ده. في نقطة بعد ما فسد. إيه؟ في نقطة بعد ما فسد. ثم هو نفس الحكاية، بقية عمر المؤمن لا ثمن لها. يصلح فيها ما فسد. ولا لأثمن، مش عارف على أي حال العبارة، عايزين نبقى نصححها ونحققها.
فما لكن المعنى هو المقصود اللي احنا عايزين نشوفه، ان ربنا ادالك العمر ده والليل والنهار علشان تقترب من مولاك وعشان تعمر ما ولاك عليه في الارض. ناس استعمركم فيها تعمر. شوف انت، ما حدش يزرع شجره ويموت الا وكل انسان او دب او طائر ياكل من ثمرتها او يستظل بظلها الا وياخد ثوبه في قبره. بسم الله. بس معلش انا عاوز اسال، ودخل الآية هنا ازاي؟ يعني بيبين نقص من الأموال والأنفس والثمرات. يعني الثمرات هنا اللي هي نسبة للأشجار والزراعة، يعني إن ممكن تبقى ما فيش أشجار، الأشجار تختفي، اللي هو التصحر اللي بيحصل الوقت. يعني ودخول الآية هنا إن المقصود من الأشجار هو الثمرة، ما قالش والأشجار، قال قالش النبات. هي الأعمال بتاعتنا يعني؟ لا لا، الثمرات هنا بيتكلم على إن الثمرة هي المقصود من الشجرة. واخد بالك؟ اللي هي لان الشجر يقول لك انا مالي ايه اشجار، لكن الشجره هي بذاتها مش ماء، ده الثمر اللي بيطلع منها. فهمت ازاي؟ هو عايز يضرب لك المثال ده. فما يصلح ما فسد الا بالتوبه والعمل الصالح، لانه يتضارب به نفسه. وما ذاك اعني قله العمل الا لغلبه حب الدنيا على القلوب. سبب قله العمل للاخره هو ايه؟ تمكن الدنيا من القلوب. وهو اللي قاله النبي كده، ان ايه؟ ما الشرك اخاف عليكم، بخلاف الوهابيه. الوهابيه خايفين علينا بالشرك طول النهار، اوعى تشرك اوعى تشرك اوعى تشرك اوعى تشرك، لو مسكت الكوبايه بالطريقه دي تبقى شر. طب اعملها بالطريقه دي، لا تشرك اوعى. لو رحت زرت الوالد الفلاني تبقى اشرك، خليك قاعد في البيت. لما يليك على القهوه ما يقولكش حاجه، لو لقيت بتزور الوالي يقول لك كده مشرك. شيء عنيف، يلاقيك ماسك السلحه بلاش كده. لكن لو تلاقاك مش ماسك حاجه وقاعد كده هو نايم غافل ما يقولكش حاجه. فاحذرهم هؤلاء الناس، لان دول بيدلوا الناس على الغفله. النبي بيقول ما الشرك اخاف عليكم ولكن اخاف عليكم الدنيا، تنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. يبقى سبب قله العمل الصالح هو تمكن الدنيا بالقلوب، هي الازمه. والاشتغال بها وتقدمها وتقدمها كمان على عمل الاخره. يقول لك احييني النهارده وموتني بكره، مش كده برضه؟ يا عم ساعه لقلبك وساعه لربك، وساعه لقلبك يعني 50 سنه لقلبك وثلاث دقائق لربك. يعني الساعه بتاعت ربك تبقى ثلاث دقائق، انما الساعه بتاعت قلبك طول اليوم غفله غفلات. طب يا ريت تبقى ساعه وساعه. طب خلي كل ساعة تقعدها غافل، خلي قدامها ساعة فيها ذكر، ما بيحصلش. ده بيبقى غافل طول اليوم، وتيجي تقول له يا عم اذكر ربك شوية، يقول لك يا عم ساعة لقلبك وساعة ربك. طب هو ساعة قلبك دي مش هتخلص؟ مش عايزة تخلص. وقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المعنى بقول أنتم في زمان، وذكر من صفات أهله أنهم يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. زمن الصحابة كده، يبدي العمل على الهوى، يعني العمل الشرعي ولو مخالف لهوى يبديه على هوى. وسيأتي زمان وذكر من صفات أهله أنهم يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. وقال عليه السلام من ابتدأ بحظه من دنياه فإنه حظه من آخرته، ولم ينل من دنياه إلا ما كتب له. ومن ابتدأ بحظه من آخرته نال من آخرته ما أحب، ولم يفته من دنيا ما كتب له. وقال عليه الصلاة والسلام من شروط الساعة، وذكر فيه ويقل العمل. يعني من ضمن علامات الساعة شروط، يعني إيه أشرطها؟ يعني علامات يقل العمل، يعني يقل العمل الصالح ويظهر الفساد. والأحاديث في هذا الشأن كثيرة، فبان ما قلناه من الوجه المعنوي، هذا من طريق الفقه والنقل. وأما من طريق أهل المعاملات فإنهم يقولون الوقت سيف. أهل المعاملات لهم أهل التصوف، يقول لك الوقت كالسيف. الإمام الشافعي يقول صاحبت الصوفية فتعلمت منهم أن الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. فالإمام الشافعي ما ضيعش عمره، 54 سنة أنجز فيها ما لم تنجزه يعني آلاف المؤلفة من العقول اللي كانت حتى قبل ولا بعده. الإمام الشافعي لوحده رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ لأنه تعلم من الصوفية
اللي يقول لك اوعى تتعلم الصوفيه. ليه مش شاب يتعلم الصوفيه بقى الامام الشافعي؟ الامام الشافعي لما مشي مع الصوفيه شويه اتعلم حاجه خليته الامام الشافعي، صح؟ لانه ما يضيعش عمره. يقول لك هو فين الصوفيه دول اللي علموا الناس؟ ما بيقروش، ما بيقروش. اذا كان الامام الشافعي هو نفسه بيقول كده: صاحبت الصوفيه فتعلمت منهم الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. لما اتعلم دي بقى الامام الشافعي ما ضيعش عمره بقى. يعني ان لم تقطعه بالعمل الصالح قطعك، يعني خد جزء منك، لان انت عباره عن سنين وايام وشهور، كل ما يعدي سنه يبقى اتقطع منك حته. فهذه المساله وده تشبيه واضح. ومعناه عندهم ان لم تقطعه بالعمل قطعك بالتسويف، هذا من طريق الاعمال الاخرويه. واما من طريق الاعمال الدنيويه فقد ظهر ايضا النقص فيها في جميع محاولاته. يعني حتى الدنيا ما تلاقيش الصناع مهره زي بتوع زمان. فين الصانع الماهر؟ طب بلاش بقى اعمال الاخر، طب هات لي كده اعمال الدنيا، هات لي نجار كده صنايعي يعرف يعمل قطعه نجاره زي القطع اللي بتشوفها في المساجد القديمه، ما تلاقيش. هات لي طيب حداد يعرف يعمل قطعه حداده كده تحفه زي الحاجات اللي انت بتشوفها معروضه في محلات التحف اللي معموله من 200 سنه و500 سنه. فيعني حتى الدنيا اللي هم انهمكوا فيها لكلكوها برضه للاسف، عملوها بغير اتقان، فبقى لا دنيا ولا اخره للاسف. واما الصناع فما منهم من يقدر ان يبلغ في صنعته مثل ما سمع عمن تقدم، وكذلك التجار وكذلك الفلاحون وكذلك الملوك وغير ذلك من وجوه متاع الدنيا. النقص القصير، النقص القصير قد ظهر في جميع ذلك، النقص والتقصير قد ظهر في جميع ذلك، وما ذاك إلا من قلة توفيتهم لحقوق الله تعالى وأحكامه وتأونهم بذلك وكثرة مكر بعضهم ببعض، فارتفعت البركات من أبدانهم وأموالهم وآرائهم وعاد الوبال على الجميع وهم لا يشعرون ويتعجبون من قلة البركات من أين تأتيهم، وهم لم يتركوا من مجهودهم في الطلب شيئا، فجاوبهم لسان الحال: قل هو من عند أنفسكم. وربنا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إلى يرجعون. يبقى العلة لعلهم يرجعون، لأن هذه الصفات تخالف مقتضى الإيمان، لأن الإيمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم: ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: الله في عون العبد المؤمن ما كان العبد في عون أخيه. وعلى ذلك كان السلف رضي الله عنه. وقد رأيت في بعض التواريخ أن أحد الملوك، قصص بقى، الناس تحب القصص أوي. رأي ده ملوك إيه عمل إيه، الناس تحب القصص أوي. يعني كنت زمانا مدي دروس لبعض الناس كده أيام ما كنت يعني مدي دروس في المساجد العامة، يعني ألاقي الناس نامي هم أقول لهم: كان في واحد من الصالحين. ألاقي كله صحصح بقى عايز يشوف مين الصالحين، فكمان الناس تحب الحكاوي طبيعه. وعشان كده ربنا يدرك هذا في الناس، لأنه هو الذي خلقهم. فتلاقي القرآن في جزء كبير منه قصص، يقوم يدي لك القصة عشان يعني إيه تعتبر منها. وخباك كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، واخد بالك؟ إن في ذلك لعبرة. على أي حال، هنا بقى الشيخ أبو جمرة، شوف يا سيدي، رأيي في بعض التواريخ أن أحد الملوك لما ملك بعض البلاد وجد في الخزانة حبة قمح جرمها زائدا على المعروف من القمح بزيادة كثيرة. يعني لقى عنده شايلين في متحف عنده في القصر بتاعه أمحاية قد 50 أمحاية، حاجة كده أمحاية، حبة قمح واحدة حاجة كده قد مثلا إيه الفولة، أمحاية قد الفولة، حاجة غريبة. فإيه فقعد يسأل إيه حكاية الأمحاية دي، بيسأل الناس العواجيز اللي في القصر، لأن دي حاجة موروثة عندهم وحطينها في القصر زي ما تقول إيه حاجة كده يعني من النوادر يعني. فسأل عنها فلم يجد من يعرف لها خبرا إلا شيخا كبيرا قد عمر، فقال
فقال أعرفها. وذلك هيحكيه قصة الأمحالبة، أن شابا وشيخا اشترك في زرع، فلما درس زرعهما قال أحدهما للآخر: تنقل هذا الطعام إذا قسمناه بالنوبة، تحمل أنت مرة وأحرس أنا نصيبي ونصيبك، ثم أحمل أنا مرة أخرى وتحرس أنت نوبتك وتحرس أنت نوبتك. فلما قسم جعل الشيخ يحمل مرة من نصيبه، وكان ذا عيال، ويقعد الشاب يحرس، فإذا غاب الشيخ يقول الشاب في نفسه: هذا شيخ وله عائلة فأحتاج أن أعينه، فيأخذ من نصيب نفسه ويزيد في نصيب شريكه من وراءه. فإذا نقل الشاب في نوبته وقعد الشيخ يحرس، يقول الشيخ في نفسه: هذا شاب والناس يقصدونه فأحتاج أن أعينه، فيأخذ الشيخ من نصيب نفسه ويزيد في نصيب شريكه. فبقي ذلك دأبهما وهم ينقلان ينقلان والغلة تكسو. القمح مش عايز يخلص، لما تعبوا رايحين جايين الغلة، البركة بقى حصلت لما ربنا شاف انه يحب لأخيه ما يحب نفسه ويأسر فيه على نفسه. والغلة تكسر ويكبر جرمها، والقمح بتاعهم يكبر حتى عيا وفشل من حمل القمح، ورأياه قد كسر حتى خرج عن الحد المعروف. هم زرعين فدان، الفدان بيطلع 10 أردب مثلا، هم نقلوا 20-30 أردب ولسه. قالوا ايه الحكاية؟ قعدوا بقى: تعال انت بتعمل ايه؟ قول لي بقى انت بتعمل ايه الحكاية دي؟ واخد بالك؟ فقعدوا الاتنين يقربوا بعض: انت ايه بتقرا عليه حاجة ولا بتعمل ايه بس؟ فاهم؟ فسأل أحدهما الآخر وحلفه أن يصدقه ما يفعل بعده، فأخبر كل واحد منهما صاحبه ما يفعل في غيبته، فاشتهرت المسألة حتى بلغت أميره، فوجه لأن يرى من ذلك القمح شيء. الأمير وصل له خبر بتاعهم، فقال له: طب هاتولي شوية من القمح بتاعهم اللي كبر ده. فلما رآه قال: ينبغي أن يجعل من هذا شيء في الخزانة يبقى لمن بعد فيه موعظة وتذكار. فلما وفي حقيقة الإيمان من طريق الأدب عادت عليهم بركات الإيمان. وقد قال مولانا جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكان الدكتور علي جمعة مرة حكى لنا حكاية حكاها له شيخه الشيخ أحمد مرسي النقشبندي، عن تجار اتنين كانوا تجار عندهم مخزن غلال في مصر، تجار مصريين شركة مع بعض، وكانوا ما يخونوش بعض في التجارة، وعندهم المخزن مشترك بينهم، فكان باستمرار بيكسبوا ويربح. فمرة واحد من الاثنين خص نفسه بإيه، جات له كده زي ما تقول عمولة زيادة، التاني ما يعرفهاش، فراح خص نفسه بالعمولة الزيادة دي حطها بجيبه وما أخبرش شريكه بإنه كان يقسمها معاه. فبصوا لقوا إيه، دب النمل في المخزن بتاعه، وباء غريب. فالمهم ايه، قعدوا يقولوا: طب ازاي نخلص من النمل ده، احنا طول عمرنا احنا بقى لنا 20 سنة شركة عمرنا ما حصلت الحكاية، النمل ده هنعمل فيه ايه؟ وما نقدرش نرش ونجيب حاجات لان ده اكل، فهنعمل ايه من النمل ده؟ فايه قعد يقول له التاني، الراجل التاني اللي غش زميله كان راجل صالح بقى، قال له: والله انا حاسس ان النمل ده ما دبش الا لما غشيتك مرة جات لي عمولة وانا ما دخلتهاش، وقلت اصل دي عن طريق معرفتي، وان الراجل التاني ده اللي اشترى مني بيعرفني انا فاداني سعر ازيد عن السوق، فانا خدت الزيادة دي ليا وحسبتك على السعر المعتاد. فانا الظاهر الغش ده شؤمه هو النمل ده، خد يا عم الزيادة يعني مش حيسن. يوم اتنين تلاتة بيقولك لا، النمل خارج من المخزن، واخد بالك، وساب لهم المخزن. نمل عنده نظر، لأنه لا وما يعلم جنود ربك إلا هو. بس هي الحكاية كلها: ولقد أخذنا آل فرعون الإيد بالسنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة، كل دي آيات ربنا بعتها للناس، فهمت ازاي؟ فدي كلها جند من الله. طول ما في خيانة في وبال، طول ما في أمانة طول ما في بركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لإيه؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فناخد بالنا من مثل هذه القصص.
لأنها فيها عبرة، لأن قصص واقعية حصلت. وهو بيقول لك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأما المحسوس، المحسوس في نقص الزمان يعني تقارب الزمان، فلم يظهر بعده بدليل أن ساعات الليل والنهار بقي على حالها، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بنقصها حسا بقول تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة إلى آخر الحديث. فهذا مما بقي خروجه. ما قدرش يعبر عنه ليه بقى؟ قالك مش عارف الحتة دي. النبي بيقول لك لا، ده السنة هتبقى زي الشهر، والشهر يبقى الأسبوع، كل أسبوع يبقى زي اليوم، كل يوم زي اللحظة. أنا عارف بقى معناه كويس؟ طب اقروا لي الفاتحة كده ربنا يعني يحسن خاتمتي من الأول قبل ما أقول لكم معنا. في علاقة بين الزمن والمسافة، في علاقة بين الزمن والمسافة. يقول لك أنا مشيت مسيرة يوم، بيننا وبين الشام مسيرة شهر، مش كانوا يقولوا كده زمان؟ يبقى في علاقة بين المسافة والزمن. لو عرفنا العلاقة دي بينهم نحل كلام النبي. يبقى يتقارب الزمان، يعني اللي يقطعوا الناس في زماننا احنا في سنة، هم يقطعوا في شهر، واللي بيقطعوا في زماننا الناس في شهر هم يقطعوا في اسبوع، واللي يقطعوا الناس في زماننا احنا في يوم هم يقطعوا في لحظة. يعني زمان ايام الشيخ البيجوري، البيجوري ده يعني سنة 1212 هجري كويس، كان يقول لك اللي عايز يروح طنطا يوصل، يطلع من الفجر يوصل المغرب، ده في النيل بالمراكب الشراعية او يركب الحمارة او يركب الحصانة كويس. انت دلوقتي ممكن واحنا قاعدين هنا بدأنا التراويح تروح طنطا وترجع وتلاقينا لسه واقفين على المغرب، صح ولا لا؟ يبقى تقارب الزمان اهو، اللي كانوا بيعملوه في يوم انت بتعمله في لحظة. يبقى تقارب الزمان بسرعة الاتصالات وسرعة وسائل المواصلات. ده كلام النبي وده اعجاز. انت دلوقتي في مواسم قوافل الحج، يقول لك كانت بتطلع قوافل الحج من مصر قبل عرفة بستين يوم، قبل ما عاد عرفة بستين يوم. ليه؟ لان يقول لك بيحتاجوا يمشوا اربعين يوم عشان يوصلوا لحد المدينة، ومن المدينة لحد مكة عشرة ايام، يقعدوا في مكة عشرة ايام يستريحوا علشان يعرفوا يعملوا النسخ، فكانوا يمشوا قبلها بستين يوم. انت الوقت يا عمي بتسلم على اولادك الساعة عشرة، تتصل بيهم وانت بتطوف الساعة 12 ونص واحدة الفجر، ثلاث ساعات بقيت حوالين الكعبة، صح ولا لا؟ يبقى تقرب الزمان ولا ما تقربش؟ اللي بيتعمل في 40 يوم بقى يتعمل الوقت في ساعتين ثلاثة. فهمت بقى كلام النبي؟ حلوة دي؟ ده يحل لنا اشكال في قصة الدجال. المعنى ده هيحل لك، لان يقول لك الدجال ينقص في الارض 40 يوما، يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كاسبوع وبقيه الايام كايامكم هذه. معناها ان الدجال اول ظهوره هيطوف البلاد بحيث ان هو يقطع مسافات تقطع في سنه هيقطعها في يوم، يبقى اول يومه زي سنه، واضح؟ لكن هي اليوم عادي. وعلى شكل لما سالوا النبي كيف نصلي في هذا اليوم الذي كسنه، وما ابتكرون اليوم هيقعد ايه سنه شهور والشمس واقفه كده. الصحابه تصوروا هذا، قام النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتحن بما تعي العقول به، ما رضاش يقول لهم لا ده في وسائل مواصلات ولا بساط الريح ولا بساط بتاع سليمان لا اسرع. فهمت ازاي؟ مش عايز يقول لهم كده، يقول له لا مش معقول يا رسول الله، حاجه غريبه. طب احلف كده، هتبقى محاورات ملهاش معنى. والنبي ما جاش بقى للكلام الصغير ده، يقوم النبي يقول لهم ايه؟ اقدروا له قدره، يعني لما يجي وقت الظهر صلي. انت قطعت مسافه يومين من الفجر للظهر، جاء وقت الظهر اذن بقى وصلي، اقدروا له قدره. يبقى بيصلي الفجر في المقطم، والظهر بيصليه في باريس، والعصر بيصليه في لندن،
واخد بالك، والمغرب بيصليه في ألمانيا، والعشاء بيصليها في إيطاليا، والفجر اللي بعديه بيصليه في مكة. ايه ده؟ يوم واحد لف الدنيا كده. هذه اليوم كسنة. يبقى فهمت بقى، يحل لك الإشكال لما تعم بقى فتنة الدجال في أول يوم. يوم ايه؟ يقلل بقى مجهوده، مش محتاج يسافر كتير. فتاني يوم بقى يوم كشهر، يقطع مسافة شهر بس، كفاية بقى، ما هو فتنته عمت البلاد بقى، قضى المهم. وبعد اليوم ده يقل احتياجه للسفر لان زي عصيته. فهمت ازاي؟ يبقى اليوم اللي بعد كده كأسبوع، بعد كده زي عصيته بقى خالص، مش محتاج يسافر خالص، يبقى ليه مركز يقعد بقى، يقعد بقى في مكان. فهمت ازاي؟ يبقى احنا فهمنا من خلال هذا التفسير تفسير حديث الدجال. فهمت بقى ازاي؟ ادعوا لي بقى بالتفسير ده، انا لم اقراه لاحد، هذا مما فتح الله بي علي بفضل الله، لان ده من متشابه السنه، الحديث ده من متشابه السنه. وعلى مر العصور العلماء كانوا محتارين، وكان بعضهم متصور ان اليوم كسنه، ان الشمس هتشرق وتغرب في سنه، بحيث نقعد نصوم رمضان ونفطر والشمس طالعه. كان يقول تحسب مده الساعات، قالوا لنا كده بعض العلماء، بس الكلام ده غريب عن الشرع. فهمتني ازاي؟ لكن لو فسرته بالطريقه اليسريه هتجدها تحل لك اشكال، والله تعالى اعلى واعلم. ما هو يوضع سره في اضعف خلقه، وانا اضعف خلقه. والله مش معناه ان احنا يعني احسن من اللي قبلنا، لا ابدا، قبلنا اعلى مننا 1000 مرة، ده احنا ما نسويش نشيل جزمتهم ولا قلامة اصفارهم، دي الحقيقه. لكن احنا الاكتشافات العلميه اللي عشناها خلتنا نعرف نتصور حديث النبي بصوره نفهم. هم ما كانوش شافوا التصورات الاكتشافات العلمية دي، فلم يخطر في بالهم هذا التفسير. ممكن حضرتك تعدلنا دي تاني. احنا اصل عندنا تراويح نعيدها بقى انا وانت كده، واحنا بناكل الفول والطعمية في السحور. لكن هي واضحة، واضحة، اصل هتحل لنا اشكاليات في حاجات كتير. تقارب الزمان من علامات الساعة، تقارب الزمان ده من علامات الساعة. يبقى ابنك في امريكا الفجر ويجي يصلي معاك العشاء بالليل، حاجه غريبه قوي. ومش كده وبس، ويبقى قاعد في امريكا وانت قاعد على النت، هو شايفك وانت شايفه في اللحظه اللي بتكلموا فيها، هو بيكلمك فيها. ايه ده؟ يبقى تقارب الزمان كانه تقارب المكان، لان الزمان والمكان علاقه واحده، لانه كانوا زمان بيحسبوا الزمان بالمكان ويحسبوا المكان بالزمان. ايام النبي يقول لك مسيره يوم، مرحله، مرحلتين. فهمت ازاي؟ فيبقى كانوا بيحسبوا الزمان بالمكان ايام النبي. فلو عرفت ان النبي بيحسب الزمان بالمكان، لان الزمان والمكان العلاقه بينهم هي السرعه، مش خدنا كده في الرياضه؟ ها، العلاقه بينهم هي السرعه. يبقى النبي لما حسبها بالمكان واتاطلق على الزمان، يبقى بيتكلم على السرعه، وطالما بيتكلم على السرعه تبقى وسائل المواصلات بقت سريعه، يبقى بيتكلم على السفر. فهمت بقى العلاقه؟ فهمت؟ عشان بس تعرف ان التفاسير اليسريه فيها برضه وجاهه يعني. حتى يا سيدي في مصطلح الحديث من العلوم يقول لك نو تايم نو بليس، مفهوم الزمن والمكان نو تايم نو بليس، يعني لو ما فيش اي وقت في مكان هنجدها. ايوه، يقول له انت عايز ايه بس؟ يقول له هتجيبها منين؟ يقول له مالكش دعوه، هجيبها لك. يبقى ما بقاش فيه من سرعه المواصلات والحاجات دي، اصبح يعني ممكن تتفق مع بضاعه، واخد بالك، الوقت يقول لك صلي الفجر وتعالى تلاقيها في المخزن، هتجيبها مالكش دعوه، هجيبها لك وخلاص. مش بتحصل الحاجات دي؟ بتحصل. يبقى معناه ان النبي لما بيتكلم على الزمان بيتكلم على المكان، والعلاقه بينهم هي السرعه، والسرعه معناه سرعه وسائل المواصلات، واللي هي ثوره المواصلات والاتصالات. حتى ان النبي في حديث غريب من احاديث النبي الغريبه اللي كنت قريتها زمان من 20 سنه وكنت اخاف اقوله للناس لحسن يسالوني معنى ايه ما اعرفش اقول، فكنت اكتمه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعه حتى يخبر طرف صوت احدكم ما يحدث في بيته. حديث كده
أنا فهمت الحديث ده عارف فهمته من 10 سنين معناه. أقول لك الحديث تاني: لا تقوم الساعة حتى يخبر أحدكم طرف صوته ما يحدث في بيته. إيه بقى طرف الصوت ده اللي هيقول لي البيت فيه إيه؟ هيطبخوا لك إيه النهاردة؟ ومين اللي جا ومين ما جاش؟ اللي هو الموبايل. الموبايل اللي معاك ده تبقى أنت قاعد في آخر الدنيا، ألو طبخين لنا إيه النهاردة؟ أيوه هجيب لك بامية. على فكرة أخوك عدى عليك النهاردة، عرف كل ما يحدث في بيته من طرف صوته. إيه صوته؟ الصوت هو اللي كان يلف حوالين وسطه لما يجي يركب يروح فكه ويسوق بيه الناقة، يعني حزام، يعني الحزام. وانت بتركب الموبايل بتاعك فين؟ في الحزام. حاجة سبحان الله، كأن النبي بيقول لنا اللي حاصل. بقى انا فهمت الحديث، بقيت ارويه بقى بقلب جامد. ليه؟ عشان هيجي يكلمني اقول له اه النبي قال كده يا اخي، ما بيحصل. هو يقول لك صدق رسول الله. فهمت بقى ازاي؟ يعني حصل الحاجات دي كلها، حصل صلى الله عليه وسلم. فالنبي كشف له عن كل هذه الاشياء وعبر عنها بالفاظ العلماء بالرغم انهم مش فاهمينها يروها لنا. يقول لك النبي قال كده، يعني ايه يا عم الشيخ؟ يقول لك اصل دي خوارق بقى، خوارق في اخر الزمن. ما هو قال لك ان مش هتقوم الساعه حتى يتكلم الحديد. قال كده النبي يا اخي، ويعني الحديد هيتكلم؟ اه يوم القيامه هتحصل كده يا اخي، حاجات غريبه. هو المشايخ يقولوا كده. طب ما انت السي دي ليه ما هو ليه حديد بيتكلم، والراديو من حديد، او الجراموفون بتاع زمان ابو بوق ده ما هو حته حديد، واخد بالك ازاي؟ في الاول كان مصنوع من حديد، واخد بالك؟ يعني حتى يتكلم الجماد، يبقى كلام النبي حتى يتكلم الحديد يعني الجماد وقد تكلم. فهمت بقى ان احنا مش عشان فسرنا مش اننا ايه اذكى من اللي قبلنا، لا، احنا الاكتشافات العلميه اللي احنا عشناها يسرت علينا اننا نفهم المعنى. هما ما كانوش عندهم هذه الاكتشافات، فكان مخه مش قادر يستوعب ازاي يفسرها، لكنهم صدقها عن النبي. النبي قال كده يبقى هيحصل. فهمت ازاي؟ لكن ازاي تفسرها هي دي النقطه. فعرفت تقارب الزمان يعني ايه؟ عرض علي بالنوال. ايوه. ايوه. لا ده الاسراء والمعراج ده خاص بالنبي. خاص بالنبي بس. احنا بنتكلم على علامات القيامه في اخر الزمان. اللي هو تقارب الزمان. لا الاسراء والمعراج ده في لا زمن. في لا زمن. فهمتني ازاي؟ دي معجزه بانه هو لا زمن. لانه لو كان عارف بالزمن كان النبي زمانه لسه في السماء السبع ما جاش، في الطريق لسه. ايوه كان زمانه لسه في السماء الثالثه. لسه طالع. كان لسه طالع، اصل المسافه بيننا وبين السماء الدنيا الرسول قايل 500 عام بسرعه الضوء. وسمك السماء 500 سنه. والفراغ بين السماء الثانيه 500 زيهم. يبقى انت علشان يخترق 7 سماوات محتاج قد ايه؟ 7 × 500 ب 3500، والفراغ كمان زيهم يبقى محتاج 7000 سنه عشان يوصل لسدره المنتهى. يا دوب يقعد بس، واخد بالك؟ وبعدين عشان يرجع محتاج ايه؟ 7000 سنه زيهم. فهمتني ازاي؟ وهو احنا كل الحكايه بقى 1400. عشان كده يبقى النبي زمانه في السماء الثالثه لسه ما قابلش سيدنا ادريس لو كان بالزمن. فهمتني بقى؟ فالاسراء والمعراج مش بالزمن، ده ربنا وقف له الزمن يا حبيبي. فهمت ازاي؟ الزمن شغال في كل الاكوان الا عن النبي، زي ما النار بتحرق في كل حته الا ابراهيم. فهمت بقى المساله؟ حيث لا زمن. افهم النقطه دي. عارف لو النبي عارك الزمان والمسافات في الاسراء والمعراج لتحلل جسمه يا حبيبي، لانه لو مشي بسرعه الضوء معناه جسمه يتفكك، يبقى الكتروماجنتيك ويفز. مفيش كثيف يمشي بسرعه الضوء، لابد ان يتحول الى لطيف. لطيف يعني موجات. فهمتني بقى ازاي؟ لكن النبي مشي بسرعه اكتر من سرعه الضوء ولم يتحول جسمه الى لطيف، الى موجات يعني، فضل متماسك. يبقى النبي قطع المسافة بلا زمن، أو قفل العلاقة بين المسافة والزمن. ربك
لنبيه فأصبح لمسافة. ده يقول لك إيه؟ يرفع درجة واحدة بالدرجة البشرية يلاقي نفسه في السماء الثانية، درجة ثانية في السماء الثالثة. فهمتني إزاي؟ يبقى أوقف العلاقة بين الزمن والمسافة للنبي، فأصبح المسافة بلا زمن، وأصبحت المسافة بلا مسافة. وعشان كده ربنا يقول سبحان الذي أسرى. فهمتني؟ فما نقارنش بقى الإسراء لأن لا يقارن، لأنه ما زال فوق طاقة العقول. احنا بنتكلم على كلام اللي احنا هنعيشه. النبي بيقول يتقارب الزمان في آخر الزمان. يتقارب الزمان يعني في ظهر الحديث ان هو يعني شيء محمول، فاحنا تعودنا ان دائما حديث المشروط الساعة بيبقى فيها دائما كل شيء مضمون. مين قال تقارب الزمان لا محمود ولا مش محمود؟ ده النبي بيحكي على واقع. لا بيقول ان تقارب الزمان ده حرام ولا تقارب الزمان ده مستحب، ما قالش كده. ده بيقول واقع هيحصل فيهم كده. ده بيحكي على واقع مش امر شرعي، ده امر كوني. النبي بيوصف اللي هيحصل. فهمتني ازاي؟ ادي المساله. بس احد لا يحدث طرف صوته ما يحدث في بيته. لو عايز اجيب لك تخريج واجيبه لك. حزام قصد انت لما تشوف العرب زمان كان الصوت بتاعه بيسوق بيه الدبه، لما يبقى قاعد يعمل ايه؟ يلف حوالين ايه وسطه وينام يستريح. فاهم؟ علشان ما يضيعش منه. زي انت لما يبقى معاك سبحه مثلا تخاف تضيع منك تعمل ايه؟ تروح مركبها في رقبتك تقوم ما تضيعش منه. هو برضو الصوت بتاعه كان يروح يلف حوالين وسطه كده عشان يعملوا حزام يعني. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يوصف الحزام وسماه صوت لان ايامه كان بيتعمل كده الصوت. ها ها وكان من جلد، والحزام من جلد والصوت من جلد. فكلام تشبيه واضح يعني. انا طولت عليك ولا ايه؟ بس انا عايز اخلص الحديث عشان نقف على الحديث اللي بعده. لكن قلت انا سبكم ان الحديث طلع ايه حديث يعني ايه دسم يعني عشان تعوض العدس ما فيهوش دسامه. ربنا ما بينساش حد سبحانه. بيقول لك حاجه تانية بعد كده بقى، بعد تقارب الزمان من ضمن العلامات كمان وتظهر الفتن. يبقى عرفنا رفع العلم كويس، وعرفنا الزلازل، وعرفنا تقارب الزمان، ثلاث علامات اهو. نيجي بقى بعد كده لرفع العلم اللي ايه لتظهر الفتن. هذه الألف واللام هي هل هي للجنس أو للعهد؟ احتملت الأمرين معا. فإن كانت للجنس فكل ما ذكر عليه السلام في هذا الحديث من جملته، وكذلك جميع ما جاء من الأحاديث فيها، إلا أن هنا بحث وهو ما فائدة قوله عليه الصلاة والسلام وتظهر الفتن، وهو عليه الصلاة والسلام قد أخبر عنها معينة في أحاديث عدة. ده النبي شرح لنا الفتن دي نفسها في أحاديث عدة. يقول لك مثلا من ضمنها يقول لك إيه؟ يقدم الرجل زوجته على أمه، يطيع الرجل صديقه ولا يطيع أبيه. حاجات اللي احنا بنشوفها الوقت ده. انت بتحب حاجة لابنك يعملها تقوم تتصل بصاحب ابنك، قالوا ايوة ازيك يا عبد الصمد، لو سمحت لما يبقى ابنك معاه ابني معاك لو سمحت كده زين له كده انه ما يشتريش عربية الايام دي علشان انا خايف عليه من الحادثة. قل له يا عم عربيات ايه ده، كل يوم حوادث وبتاع، خليك كده تبقى حلو. السلام على عبد الصمد. عبد الصمد يقابل محمد، محمد بيزن علي عايز عربية كل يوم وانا خايف عليه من الحادثة ومش عايز يسمع كلامي. هو ما صلت عليه الولد عبد الصمد صاحبه. مش دي بتحصل في بعض الاسر؟ صدق رسول الله، يطيع الرجل صديقه على ابيه. سبحان الله، حاجة غريبة بتحصل. فهمت بقى يا استاذ؟ يعني الرسول قال وقال لك نساء كاسيات عاريات مميلات مش عارف ايه بروس انك اسنمت البخت المائله، اي الحاجات كتير. وهي برضه ياتي زمان ياتي الرجل برحله على باب المساجد حتى يصلي وزوجته بجواره عاريه لا تشم رائحه الجنه. الله، الرحله اللي هي السياره يركنها على باب الجامع يقول لي لمراته حصلي العشاء، ومراته قاعده لابسه شابونيز جنبه. ده النبي بيوصف. الاحاديث واضحه يا جماعه، ده النبي شاف كل حاجه يا جماعه.
أن تقف تقف إيه على أبواب المساجد. يا خبر أبيض، ده فعلا ده الواحد بيبقى ماشي بالعربية والأذان جدا، يقول لمراته بس إيه أول ما اسمع الإقامة حكينا على باب الجامع ده إيه لحد ما منزل أصلي. بتحصل دي كتير، تركن أنت ونازل تدور على مراتك هي لابسة شابونيز وشعرها مزعبوط كده مش عارف إيه، منظر النبي ما يحبوش. فهمت إزاي؟ حاجات غريبة بتحصل ولا ما بتحصلش، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الفتن النبي أخبر عنها بتفاصيل، لكن هنا ما رضاش يخبر، قال لك وتظهر الفتن وسابها كده، سابها الفتن على أساس وقايلها قبل كده. بقى أنواع كتيرة منها انتشار الربا، انتشار الزنا، انتشار مش عارف إيه، حاجات كتيرة بقى معروفة، إتيان المحارم واخد بالك، أولاد الزنا يكثروا ويستفشي الطلاق، يكتر الطلاق قوي. كان زمان احنا واحنا صغيرين كده في عيلتنا ما فيش ولا واحده متطلقه من قرايبنا كلهم، دلوقتي على الاقل 10 متطلقين. ليه كده؟ احنا ما كناش بنسمع اتجوزت دي معناها هتفضل ده معاها لحد ما تموت، ما عند حته الطلاق دي مش في بالنا، صح ولا لا؟ الجيل بتاع ابانا كان كده، مهما مراته طلع فيها القطط الفرس يقول لك خلاص انا نصيبي كده بقى، ما انا لازم اربي العيال يصبروا عليه، وهي لو طلع جوزها مالك تقول معلش ما هخرب البيت لحد ما اربي العيال، ما كانوش في بالهم حكايه الطلاق دي. انما دلوقتي ده جوزها بس لما تقول له هات لي 20 وانت جاي، ما يجيبلهاش 20 وتقول له طلقني، حاجات على اتفح حاجه يعني، يكسر الطلاق. شوف قايله النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده زمان احنا عايشينه يعني. النبي قايل الفتن كتيره، وقال لك كمان ايه، يصدق فيها الكذوب ويكذب فيها الصادق. الله ده هي فعل، هي دي يعني الفتن. النبي قال انواع كتيره، انواع كتيره لما نقعد نحكي فيها كتير مش عارف. سيبك من ايه، انك تعرفها وتتجنب بس، تستحمل مراتك ما تطلقهاش واخد بالك، مش كل ما تتلوي تروح انت تروح مطلقها وبعدين هتتجوز غيرها، ما هتجيلك واحده ملويه زيها برضه، هتفضل طول عمرك تتجوز وتطلق وتتجوز وتطلق، هتخلف امتى؟ فهمت بقى؟ يبقى تتجنبها ازاي؟ يبقى ما تطلقهاش وما تقدمهاش على امك. فهمتني بقى ازاي؟ بس امك تقول لك حاجه، تأدي واجباتك نحو امك زي ما بتأدي واجباتك نحو زوجتك، ولو تعارض تقدم الام على الزوج وهكذا. ادي معنى انك انت تتجنب الفتن، تسمع كلام ابوك وما تسمعش كلام صاحبك، ادي تتجنب الفتن. فهمت ايه بقى ازاي؟ ما تاكلش ربا، ابعد عن الفحش والخنا والزنا وشرب الخمر والقمار، كل ده هينتشر، اي النبي هينتشر. فهمتني ازاي؟ فيعني النبي قايل الفتن كتيره انواعها وصنفها النبي كتير، لكن هنا في الحديث ده ما قالش انواع، قال وتظهر الفتن كده. فهمت بقى كلام الشيخ؟ فالجواب إخباره عليه السلام بها على هذه الصيغة لوجهين، أحدها تأكيد لما أخبر عليه السلام به من الفتن أنه لابد أن تظهر في عالم الحس قبل قيام الساعة، والوجه الآخر أنها تكثر عند قرب الساعة ويتوالى خروجها بعضها إثر بعض حتى كأنها دائمة الظهور ولا تكاد تزول، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عند كثرتها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وإن كانت بمعنى العهد يعني الفتن المعهودة فتكون الإشارة إلى تلك الفتنة الكبرى التي هي مع الساعة كهتين، وهي مثل الدجال وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، كل دي فتن برضه. وقد جاء أن التي تظهر منهن أولا يتبعها الباقي وينقضي جميعهن في 6 أشهر أعدنا الله من جميعنا بمن. وقوله عليه الصلاة والسلام ويكسر الهرج، ما تقولش الهرج، الهرج بسكون الراء هكذا، وهو القتل، يريد القتل الذي يكون بغير حق. ادي احنا شايفينه في جميع، نتفرج بس على قناة فضائية، أي قناة فضائية نتفرج على الأخبار، الهند بيقتلوا بعض، بورما بيقتلوا بعض، مالي بيقتلوا بعض، سوريا يا سلام، قول لي بقى ده هو القتل هناك اصلا بيصدروه في كل حته، مصر ده يعني ده على طول ما شاء الله يعني الحمد لله، وبالرغم من كده ايه يعني المصريين بيكتروا برضه ازاي صحتهم بتيجي على القتل، واخد بالك؟ بركه بقى، فالقتل موجود في كل حته.
والمشكلة ايه؟ ان النبي بيقول ايه؟ يأتي زمان يقتل الرجل لا يدري لما قتل، ويقتل الرجل الرجل لا يدري لما قتل. يا كأنه بيحكي المظاهرات، والواد العسكري طالع في المظاهرة قاعد يضرب لانه واخد اوامر، والواد العسكري ده مسلم واللي قدامه مسلم، والتاني مش عارف ليه بيتضرب وليه بيتقتل، والتاني مش عارف ليه بيعمل كده، والحكاية ملخبطة. ده زي ما قال النبي بالظبط، الهرج، القتل، القتل بلا ايه؟ بلا ضابط. ده غير كده مش كده، وحوادث الطرق، شوف حوادث الطرق كل يوم قد ايه. ده يمكن اكتر من اللي ماتوا في جميع غزوات النبي بتحصل في يوم واحد في الطرق. ده اللي ماتوا في جميع غزوات النبي من الكفار والمسلمين 1100 مثلا، ولا حوالي 1000. النبي 80 غزوة وسرية، 80 غزوة وسرية يموت فيها بالمجموع كله قرب 1000، 250 مسلم و750 كافر. طيب تعالى في مصر، قطر الصعيد اللي اتحرق في العيد فاكرينه؟ مات فيه 4000 بس في قطر الصعيد، وكلهم مسلمين. طيب العبارة مات فيها قد ايه؟ وكلهم مسلمين. فهمت بقى؟ والمظاهرات اللي حصلت والثورة المصرية مات فيها قد ايه؟ الاف مؤلف، والجرح فيها الاف مؤلف. وفي ليبيا مات قد ايه؟ وفي اليمن مات قد ايه؟ وفي سوريا مات قد ايه؟ وفي افغانستان وما ادراك ما افغانستان، ايام الحرب الروسية وبعد الروسية وبعد ما كده الافغان بيضربوا بعضهم دلوقتي. الحرب الحرب الحرب. العراق والتفريخات اللي في كل مكان وفي الاسواق وفي كل حتة، ويقول لك انفجار في كراتشي بجوار السوق، مات كام يا عمي؟ 120. ايه ده؟ انفجار في مش عارف في محطة مترو في لندن، مات كام؟ قتل في كل حتة، في كل بلاد الكفار وبلاد المسلمين وبلاد كل، مفيش شيء. اتفرج على الاخبار بس تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكثر الهرج وهو القتل، يريد القتل الذي يكون بغير حق، لأن القتل في الحدود رحمة للبلاد والعباد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لأن يقام حد من حدود الله في بقعة خير له من أن تمطر عليهم السماء 30 يوم، وفي حديث الثامن 40 يوما. وما يكثر القتل في غير حق إلا لقلة العلم والدين، وعند قرب الساعة يقل الاثنين، العلم والدين. يعني لا دنيا، ما هو العلم ده دنيا يزبط دنيتك ولا آخر. وقد جاء ما يؤيد هذا وقوله حتى لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما ذا قتل. هرج بقى، لخبطة. وهنا بحث، وهو أن هذا القتل مذكور في جملة الفتن، فلما كرره في هذا الحديث؟ ما قال لك ويكثر الهرج، قال لك ايه وتظهر الفتن ويكثر الهرج، ما هو الهرج من الفتن، طب ليه كرره؟ فهمت؟ ولده يعني منها. فالجواب انه انما كرره لاجل شناعته وقبحه حتى يكثر فيكم المال، اخر علامه بقى هنقولها ونقول صلي ما تخافوش، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. المال هنا المراد به الفضه والذهب لا غيرهم، وإن كان ينطلق المال عند العرب على الإبل وعند كل ناس بحسب ما غلب عليهم، وقد تقدم الكلام على هذا في الأحاديث قبل، فنحتاج الآن أن نبين كيفية خروجه وبما ذا تخصصه بأنه الذهب والفضة، فيتخصص بدليلين أحدهما من الحديث نفسه والآخر من غير من الحديث. فأما الذي من الحديث نفسه فقوله عليه الصلاة والسلام يفيض، فإذا هذه الصفة لا تستعمل حقيقة إلا فيما يخرج من الأرض من المال والماء، يفيض المال يبقى البترول. ياه، ده النبي اخبر ان البترول هيطلع، ما هو البترول ده هيفيض من الارض يتحول الى مال، واغنياء البترول مليارات كل يوم بتحط ايه في اصيلتهم، كل يوم بيكسبوا مليارات، حاجه غريبه قوي، حاجه تجيب لوسه. ده انت لما تكسب كل يوم 1000 جنيه مش هتيجي تقعد معانا هنا، هتقابلنا في الشارع الدنيا مش شايفينك. لو هتكسب كل يوم 1000 جنيه بس، ودول كل يوم ملايين ومليانه بتتحط في رصيد، لدرجه ان الواحد منهم ما يبقاش عارف يقرا رقم حسابه، لون هو قدامه كم صفر، يقولوا له استنى معد الاصفار كده
35 يقول له لا ده انت غلطت ده 40 ده لا لا ده 41 لا يبقى مش عارف محتار حتى يعرف هو عنده كام صفر مش كام رقم يا يفيض المال يا خضر ابيض على النبي ده وجماله جمال في حديث ثاني يقول لك ايه ولا تقوم الساعة حتى يظهر الذهب وقت شرار الخلق لا أقول الأصفر بل الأسود حديثة هو للنبي يقول عبد الترول ايه ذهب الأسود أخو النبي بسميك وقت شرار الخلق ظلمة لأن حياخدوه بيحطوه في ايه في خزائنهم ويسيبوا المسلمين يتدوروا الجوع في كل حتة والنبي ما يحبش كده كنز المال وسايب المسلم جعان وسايب المسلم مش لاقي ياكل وسايب المسلم بيرمي نفسه في البحر عشان يروح يمكن يشتغل في ايطاليا ان شاء الله في الاخره في البرزخ لانه هيموت في السكه لانه مش لاقي مكان يشتغل فيه ولا حاجه يكسب فيها ولا عارف يتجوز وبقى عنده 30 سنه لا لاقي مكان يشتغل في بلده ولا لاقي حته والناس قاعده تكنس في الاموال لما راح رمى نفسه في البحر يمكن يلاقي له مخرج مش ده حصل ولا لا يبقى فعلا شرار الخلق لأن النبي يقول ليس منا من يبيت شبعان وجاره جائع صلى الله عليه وسلم يفيض المال إشارة لأن حكاية يفيض دي وصف للمية المال مش هيفيض يعني ده وصف للمية يبقى هيفيض يعني حاجة من بطن الأرض تطلع كالماء تفيض وتتحول إلى مال فهمتني بقى إزاي يبقى ده كلام على البترول واضح حديث عجيب طبعا هو الشيخ ما قالش بترول انا بس اللي بقولها لك ليه لان احنا شفنا الهم هو الشيخ ما شافش البترول ايام القرن السابع الهجري ما ظهرش لسه البترول ما هو البترول ده هو اللي خلى العشار عطلت من علامات القيامه العشار عطلت كان زمان العشار دي مش قاعده في الزرايب ده طول النهار راح جايه بتنقل الناس كان ميدان السيده عائشه ده كله حمير عشان ينقل الناس تروح تأجر الحمارة توديك الروضة واحد يأجر الحمارة تودي السيدة زينة واحد يأجر حمارة يروح ايه الموسكي صح وكان في بقى ايه عربيات الحمير دي كتيرة فكانت شغالة مصر دي كانت كلها حمير ليه وسائل مواصلات فهم طب الوقت فين ولا حمار الحمار قاعد فين قاعد في الزريبة العشارة وطلعت طب وايه اللي عطل العشارة البترول اللي خرج مشى العربيات فبقين مش عايزين الحمار ولا عايزين الايه الجمل ولا عايزين الحصان ولا عايزين اي حاجه حتى بتوع العربيات الكارو جاب عربيه سوزوكي ونص نقل وتويوتا وشيفورليه اللي هو مش بيعلنوا عنها في التلفزيون واصبح الحمار موتور والعشار اصبحت موتورات معدنيه صدق رسول الله العشار وطلت سبب تعطيل العشار ايه البترول فايض المال يفيض المال يا ده احنا عايشين زينا كده عايش معانا صلى الله عليه وسلم يبقى انت عايز تقرا السنه بطريقه جديده تخليها في الواقع تقوم تحس ان النبي بيكلمك دلوقتي صلى عايش معاك صلى الله عليه وسلم وقد تستعمل مجازا في غير ذلك الا انه لا يخرج اللفظ من الحقيقه الى المجاز الا بدليل العلماء بتوع زمان ما شافوش البترول فقال لك يفيض المال يعني يكتر فحولوا المعنى الإفاضة لمعنى مجازي لكن إحنا لا نلجأ للمجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة هم تعذرت الحقيقة أيامهم فلجأوا للمجاز إحنا ما عندناش تعذر للحقيقة فاض المال البترول ده هو الماء وفاض من الأرض وهو ماء وفاض صفة للماء والبترول سائل كالماء وفاض المال يعني نبع من الأرض ما تحول إلى مال وهو البترول يباع بأموال طائلة ويفيض المال فعلا وأما الدليل الآخر الذي يؤخذ من غيره من الحديث فإنه قد جاء أن الفرات ينحدر عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس حتى يقتتل من 199 وما يبقى من 100 غير واحد وقد جاء أن الأرض تخرج كنوزها والأرض تخرج كنوزها اللي هو البترول برضه والصخور اللي هم بيقعدوا يحفروا ومناجم مناجم الفحم عارف أنت في القرن الماضي كان الفحم ده مناجم في جميع انحاء العالم ويتحول الى طاقه تمشي ايه القطارات ايام العصر البخاري قبل البترول ما كانت الحركه كلها بالبخار ايام الاول والبخار كان ناشئ منين من غليان الميه وغليان الميه منين بالفحم
والفحم جاي منين؟ من المناجم، من كنوز الارض. وكذلك بقى ايه، في جبال ذهب وفي مش عارف ايه، لدرجه بيقول لك مصر مليانه جبال وصخور لو خرجتها تستخرج منها ذهب مليان. يبقى تخرج الارض كنوزها، تخرج الارض كنوزها. والوقت الرخام اللي احنا قاعدين بنصدره جميع انحاء العالم، ما دي عباره عن كنوز جوه الارض، بيروح يقطع من الجبل حته الصخره كده ويوديها هناك في الحته بتاعت شقه التعبان، جايبين مكان يقطع لك الصخره دي ويجليها، تبقى ما فيش احلى منها رخام، احلى انواع الرخام، ويتباع باموال طائله. اخرجت الارض اثقالها، يا كنوزها. كلام النبي واضح. فيمشي الرجل بصدقته فلا يجد من ياخذها منه، فيقال له لو جئت بها بالامس اخذناها. دي لما يظهر سيدنا عيسى ابن مريم بقى، الحداثه دي اللي هي ساعتها الاغنيه بقى تكتر قوي الغنى، ما هو سيدنا عيسى هينزل بالبركه، والناس بقى هتؤمن بقى ايمان راسخ خلاص، بقى مفيش بقى حكايه تكذيب، يا عم قول كلام غير ده خلاص، حاجه واضحه سيدنا عيسى اهو. فمفيش بقى مسيحيين، راحوا امنوا بقى مسلمين. فلما يكثر الايمان والعمل الصالح وعلامه نزول سيدنا عيسى قرب الساعه، فالناس يقول لك ايه، مش عايزين ارصده، عايزين نصدق، يا عم هنعمل في الفلوس ايه، فيكثر بقى المال، يقوم الناس ساعتها يتحايلوا على بعض، ارجوك خد صدقه مالي الزكاه، يقول له لا متاسف، عارف لو جيت لي امبارح كنت يمكن افكر اخدها، لا مش متاسف. يفضل الراجل يلف 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 ويرجع بصدقته في جيبه، مش لاقي حد يقبلها. دي لسه بقى مع سيدنا عيسى بن مريم ان شاء الله. لكن انت دلوقتي تخرج بصدقتك ترجع من غير هدومك من كثره المحتاجين. فيقال له لو جئت بها بالامس اخذناها، واما اليوم فلا حاجه لنا بها. واما كيفيه خروجه فكما تقدم في هذين الدليلين المذكورين من خروج كنوز الارض وجبل الذهب، وهذه العله التي هي قله المال مع الشح موجوده في كل الازمان، لقوله عليه الصلاه والسلام: ما طلعت شمس الا وبجنبتيها ملكان، يقول احدهما اللهم اعطي لمنفق خلفا، والاخر يقول اللهم اعطي لممسكا تلفا. الملك ما بيدعيش بالشر، لما بيقول اللهم اعطي ممسكا تلفا، علشان لما يصاب بتلف في ماله ويصبر يقوم يعوض اللي فاته من ثواب الصدقه. فهمت بقى يا استاذ؟ يبقى بيدعي لك بالخير. يعني لما بيقول اللهم اعطي ممسكا تلفا، هو امسك الصدقه فلم ينفقها فوقف الاجر. يقوم الملك يقول له ايه، طب يا رب ابعت له مصيبه يصبر عليه، يقوم ايه تعوض الاجر وتدي له ثواب. قالي معنى يبقى الملك بيدعي بالخير مش الملك بيدعي بالشر، لا، الملائكة تحب الخير للناس. وهنا بحث، إذا قلنا أن قلة المال من الشح فما موجب خروجه؟ فالجواب أن الفتنة في خروجه أكثر مما في منعه، لا سيما مع العلة التي ذكرناها أنه لا يجد لمن يعطي صدقاته. وأي فتنة أكبر من هذه؟ وخروج المال أيضا من أكبر الفتن. وفائدة هذا الحديث التصديق بما فيه من الآيات وقوة الإيمان بقدرة القادر على ذلك والعمل على الخلاص منها، بما أخبر هو صلى الله عليه وسلم حين ذكر الفتن، فقيل: ما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ فقال: الجأوا إلى الإيمان والأعمال الصالحات. أهو تعمل إيه يا عمي؟ قال لكم بيعمل ايه يا ابراهيم؟ الجأ للايمان والاعمال الصالحه. فائده انك تشوف الفتن تعرفها تعمل ايه؟ انك تلجا لربك وللعمل الصالح. فهمت؟ فقد ظهرت اكثرها، فهل مشمر للنجاه بما ارشد اليه الصادق المظلوم؟ مشمر هو الحمد لله ان شاء الله، مشمرين ان شاء الله، وهنقف الوقت على القبله نصلي ان شاء الله باذن الله، لعل الله يقبلنا وينجينا. وهنا بحث صوفي، وهو أنه لما علم أهل هذا الشأن أن النجاة من تلك الفتن العظام هو بالإيمان والأعمال الصالحات، أيقنوا أن ذلك فيما هو أقل منها من باب الأحرى والأولى، فلم يشغلوا نفوسهم بغير الإيمان ودوام الأعمال الصالحات. ولما رأوا أن الدار لابد من انقضائها سيروا الأول منها آخرا والآخر منها أولا، ولذلك قال: إذا كانت الدار لا تبقى فمتعها فان، فاعمل لدار لا تفنى ومتعها باقي، واعمر بالربح زمانك ولا تدعه خاليا. والله تعالى اعلى واعلم. ونلتقي مع هذا الكتاب ان شاء الله في رمضان القادم، وانتم وسائر المسلمين بخير ويمن وبركه، وربنا يجنبنا فتن ازماننا وكل زمان وسائر المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، ف
فالجلال يورث الخوف والهيبة، والإكرام يورث الرجاء والمحبة. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله القائل بألطف بيا ذا الجلال والإكرام. فندعوك بها دعاء الخائفين الوجلين والراجين الراغبين أن تعطينا خير ما تعطي السائلين والذاكرين لنا ولوالدينا وذريتنا وسائر المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خير ونأسف للإطالة.